كما أكد معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط أن قطاع النفط والغاز شهد تطورا ملحوظا في ظل العهد الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مستعرضا بالأرقام النتائج الإيجابية التي تحققت مؤخرا على هذا الصعيد. قطاع النفط والغاز طبعا منذ أن تولى سيدي صاحب الجلالة حفظه الله مقاليد الحكم كان حريص جدا على أن تبذل جهود كبيرة، أما نتائجها نراها اليوم عمل سنوات عقدين من الزمن. فلدينا يمكن 8 مليار من المشاريع غير الاستكشاف والإنتاج النفطي، آخرها مشروع بابكو اللي تطرق له سيدي سمو ولي العهد، وهو الآن 30% جاز. أما المشاريع الثانية فانتهينا من تدشينا ولله الحمد، بعضها العام الماضي وبعضها السنة هذه. في المجال الاستكشاف عندنا نشاطات عدة، طبعا منها اكتشاف النفط الصخري. حاليا في الإنتاج التجريبي للبئر الأول، ما زلنا نقيم هذا البئر، وعندنا طبعا اتصال مع الشركات الدولية على أمل أن النتائج بتحفزهم على الاستثمار في استخراج الكميات التجارية من هذه الطبقات.